مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. نلتقيكم مجددا في برنامج نجومنا والعيد هذه المرة، أيضا مع نجوم من غربة البن، النجوم الذين أحبيتموهم طوال هذا الشهر سواء كان في موسمه الأول أو الثاني. فاليوم سنتعرف عليهم عن قرب، الوجه الآخر ربما للممثل ستعرفونه. أشياء كثيرة يحتاجها الناس أن يعرفها أو يعرفوها عن نجومهم، ستعرفونها بالتأكيد في هذه الحلقة. ودائما نذكركم أنه خليكم في البيت، بما أنه كورونا منتشر للأسف، خليكم في البيت وإحنا نجيب لكم المتعة والترفيه والابتسامة إلى بيوتكم قدر الإمكان. إذن رحبوا معي بضيوفي الأعزاء هنا في الاستوديو وباللوكيشن هذا الخاص أيضا ب مسلسل غربة البن. مسلسل غربة البن، يعني بالضبط كان هو القصر، قصر فدوة، هذا هو لوكيشن قصر فدوة ننقلكم إليه. ضيوفي اليوم في هذه الحلقة أرجوان وخالد حمدان وشروق محمد وسيف الوافي. ونبدأ نرحب بكبيرتنا أستاذتنا الذي علمته مسار. كل سنة أنت طيبة شروق. وأنت طيب، والمشاهدين يا رب دائما بخير وأمان وسلام وصحة، ونتمنى أنها تكون غمة وتزول إن شاء الله، وعام سعيد عليكم جميعا. على الجميع. هذا ثاني عيد من بعد ما كنت قد خرجتي من اليمن تعيدي فيه، صح؟ أيوة. ولقد كنت خلاص فلتينا وسيبتي لا 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 أنا مش ما أعتقدش أنه بيجي يوم باخذ القرار هذا يعني بشكل جدي، إنما أخرج أشتغل وأرجع، يعني إنما أنا عاشق البلد، يعني روحي فيها ما صعب. سيف، كل سنة وأنت طيب يا سيف. اما انت كويس انه ولقد خرجت مكان ولا تشي تخرج مكان المقاتله وانا. كيف العيد معك؟ كيف الامور؟ الحمد لله تمام. العيد عيد العافيه، اهم شيء ما كورونا انتبهت. لا ان شاء الله كورونا ما متاكد. لا الناس بيصدقوا لا انتبهوا خذوا حذركم. ايوه نعم، احنا ناخذ حذرنا، هذا الاساس. هذا والحفيظ الله. أرجوان كيف حالك؟ الحمد لله. طبعا أرجوان من كثر ما شفتها دائما بالمشاهد الزهايمر ولا هذا. اليوم التقينا وتفاجأت وشفتها طبيعية، يعني زهايمر طبيعية. كل سنة طيبة وانت طيب ان شاء الله بصحة وسلامة، والله يعيد علينا يعني فرحة العيد بكل صحة وسلامة للشعب اليمني، وان شاء الله ما يصيب اليمن اي مكروه. يعني تكلمت طبيعي. كويس اني ما نسيتكش يعني كامل. بس انا من اول والله اسال من هذا. هذا اللي كبتيه طول الحلقة. خالد حمدان، اهلا وسهلا يا خالد. اهلا وسهلا، نورتنا. الله نورت صنعاء حبيبي. اول عيد لك بصنعاء ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. اولا نقول كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتمنى انه ازمه وتعدي الفتره هذه اللي فيها نحن، وينقي اليمن بشكل عام من الأمراض ومن كل مكروه إن شاء الله يا رب. طبعا هذه رسالة مهمة للفنانين، يعني بالنهاية على الأقل عشان أهالينا أحبابنا اللي كل يوم انصابوا، كل يوم بلاوي جديدة وموتى جدد، بالتالي يجب على الفنان أنه يكون له رسالة هنا. ممكن تكون فرصة أنكم تقولوا للناس خليكم في بيوتكم قدر الإمكان، إلا إذا احتجتم للخروج، إذا خرجنا البسوا. احنا اليوم ملتزمين بالتباعد. اه طبعا. وما تسالمناش طبعا، صح؟ هذا الكلام مش حشوش ولا الاستهلاك الاعلامي. فهذه رساله ممكن مهمه، رساله كل فنان، رساله كل فنان انه تكون له رساله لجمهوره، المواطن اللي هو قدوه في الاخير الفنان. يعني اول شيء نتمنى فعلا انه نقلل الخرجات قدر المستطاع الا فيما ندر، ونحاول قدر المستطاع. يعني النظافة هو سلوك حضاري وإنساني، دم مش سيء إن إحنا ناخد الاحتياطات بزيادة، ما يمنعش، يعني دم مش مضر إذا كان فيه أو ما فيش، هو لنا في الأخير يعني، وحاجة كويسة. فنتمنى أن الجميع يحرص أنه ياخد الاحتياطات سواء كان فيه أو ما فيش. صحيح. طبعا مشاهدي الكرام، بخصوص الرسائل التوعية من كورونا، هذه كل يوم بنهريكم، لأنه هذا
واجب، هذه مسؤولية اجتماعية ما نتساهلش. تجي تقول للناس غلق السوق يقول لك طيب والجامعة، تقول اللي بالجامعة غلق الجامعة يقول لك طيب والسوق، نشتي الكل يكون في انضباط من 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 كل النواحي. لكن ندخل الآن مباشرة في غربة البن. طب بس عشان كورونا ما كورونا، شوف أنا ما لاش معايا إغلاق الأسواق، ولا أنا معايا إغلاق الجوامع، ولا إنه خليك في البيت خلاص ورقد. دارين إحنا بالوضع الاقتصادي والمادي الموجود للمواطن، ما يتحملش إنه يقسي بيته. في ناس يعني يوم عيدوه يعني الله يشكي بحق يوم 3 مليون يا سيد. طيب أنا معك دقيقة، 3 مليون يمني بالفعل أنا نفس كلامك، 3 مليون يمني بحاجة للخروج يوميا لإعالة أسرهم. أيوة بس لكن التزموا التزموا، هو لابد إنه يتعقم، يأخذ الكمامة، يلبس الأشياء الاحتياطية، لأنه طيب بالأخير أفضل لك إنك تروح تطلب. ليش ما تكونش مبادرة؟ خلينا اليوم كذا في بداية الحلقة نأخذ الأمور جدية أكثر. ليش ما تكونش مبادرة إنه جزء من المال من 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 مشاريع المنظمات وجزء من المشاريع تبع القطاع الخاص والحكومي يتوجه لمساعدة الأسر هذه مباشرة لجعلها تجلس في البيت قدر الإمكان، ومن اللي ما بنقدرش طبعا ما بنقدرش الناس يا ريت يا ريت ممكن تكون دعوة هذه. باقي شيء اللي أكبر إنه في ناس مش قادر يشتري الكمامة، مش قادر يشتري القلاف، وهذا مهم جدا خصوصا الان، خصوصا الان في زياده الاسعار. يعني في ناس ما عندهاش، اسف الكلمه هذه، انه يعني انت شايف الوضع الاقتصادي كيف مدهور وشايف ظروف الناس، فتجي كمان في احتياج مهم زي كذا يمنع انتشار وباء. يعني كل انسان مصاب الان اشبه بقنبله موقوته بين الناس يتحرك، فإنك تجي تمنع الكمامة دي تخليها بسعر خيالي فوق المتاح للقدرة الشرائية، فأنت شاركت في جريمة. صحيح، عشان ما نكسش أكثر وإحنا في عيد نقول للناس عيدون. لا لا هو مهم، هي مهمة حال الناس هكذا. صحيح صحيح، إنه بنمنع يعني اليوم كثير من الأماكن هذه حجر، هذه هنا وقف، هذه كذا. يعني هكذا. يعني الفكرة في الأخير حتى الدولة حتى المواطن يقول لك في ناس قادم. الفكرة وفر، خاصة الباعة المتجولين هذا، ولو وفر لهم قلفزات، وفر لهم كمامة وكمامات، وفر لهم معقمات. المفروض المحلات تعمل الكمامات والقلفزات في البوابة مجانية. يعني الصين، أيوة في الصين يعني ما غفلوش المولات، بس نظم دخول الزبون، يعني فعلوا أماكن واسعة، فعلوا أماكن له يبقى تكون في مسؤولية، تكون في مسؤولية يعني هذه الأسعار على دخول المولات على شكل يعني دفعات. ده في فترة كان في رمضان لما قالوا وقفوا الأسواق وخلوا المطاعم مغلقة انه خلاص تبيع سفري، الزحمه فوق السفري اكثر من خلينا ندخل يقولوا زي مره شفت زحمه على على ايش، على على شراء الكمامات زحمه مش طبيعيه، ايش يشتروا كمامات، حياكم الله ماش فايده بالعموم زي ما قلنا احنا بنتكلم والرسائل هذه مستمره تبقى، يبقى وعي المواطن في الدرجه الاولى. سيف، بما انك مخرج منفذ نبدا معك بما يتعلق بغربة البن، يعني تبدا تذبحني اول واحد. الى اي حد الى اي حد انت راضي عن غربة البن هذا الموسم؟ شوف هو ما فيش حاجه اسمها راضي، ما 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 فيش واحد يرضى عن عمله، انه الاعمال فيها اخطاء، بس انا ارضى ان انا انجزت. انا اشوف انه كل الاعمال اللي انتجت من غربة البن، من غيره، من كل المسلسلات اللي انتجت في هذه السنه يعتبر انجاز، انجاز انجاز كبير للدراما اليمنيه، انجاز في الظروف اللي احنا فيها، في الوقت اللي احنا فيه، يعني انا اعتبره انجاز وافتخر ان انا انجزت هذا العمل في هذه الظروف. يعني غربة البن، نحن الصعوبات اللي كان معانا، ربما بعض المسلسلات اللي كانت مرسوم شغل انه كله في اليمن، احنا شغلنا غير. احنا كان خطتنا انه تكون في الهند، تغلقت الهند قبل ما تغلق اي دولة ثانية، فغير مسار القصة كامل الاستاذ صلاح، غير كل المسار الى انه يكتبوا لها وين، لا مصر، كنا بنروح نسافر في مصر، كان الاستاذ شروق في مصر، اي بدأ حضر الطيران، ما الطيران وكذا، الاستاذ شروق جاءت في اخر طائره تدخل لليمن، يعني سافرت الى داخل عدن، ومن عدن على طول تحركت، يعني هي مسافره وتحركت على طول لداخل صنعاء، ارهاق شديد. طيب غيرنا القصه، لما غيرناها لا مصر غيرنا القصه من جديد عشان نشوف المسار. طيب لما بعدين تاخر معنا الاستاذ عمار العزكي الفنان، طبعا عمر ما عاد قدرش يجي، يعني في امور كثيره تغيرت، انوار مشوري كان مشارك معنا، تعرقل في الاردن، كثير من الفنانين اللي كنا احنا واجب بهم لعندنا تعرقلوا. طيب ايش احتاج انا في النص؟ معناته اشقلب النص مره ثانيه. الى قبل 9 ايام من رمضان بدا التصوير، كانوا يقولوا بتنتجوا
بتنتجوا طبعا هذا اول برنامج شبه اول مسلسل شبه مباشر في التاريخ فعلا شبه مباشر فعلا كان. يعني لدرجه انه وصلنا لمرحله والله يعني احيانا يعني ننفس عن انفسنا في الكواليس يعني انه سيف مثلا لو قلنا باقي قليل يعني فقط ان احنا نعمل بث مباشر فقط يعني صحيح. وصلنا لهذه الدرجه فأنا اوافقك الراي بالفعل خالد اول تجربه لك من 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 بعد من من فتره بعد نجاح 10 ايام قبل الزفه يعني قصدك كدراما ايه لا لا كمسلسل بالتحديد مسلسل يعني مسلسل قدمت انا فيه قبل انا ادري الان من بعد 10 ايام قبل الزفه يعني مثلا عمرو جمال الصديق عمرو جمال الله يذكره بالخير الان وصل لمرحله يقول لك خليني على الافلام احسن انت هو يشوف انت جيت على طول لا انا قدمت برضو مسلسل على ايش بنفس السنه بقناة السعيدة ها بدور نعمان ايوه برضو يعرض الساعة 10:30 أيوة. كان معي مشهد فيه والله بس مشهد كمذيع في صدى الاسبوع ايوه صح صح مشهد واحد بس صح لما تذكر الطفل اللي مات ايوه صح طبعا انا شاركت في العمل ذا و انا اخر عمل قدمته ابو مغلقة كمسلسل درامي يعني طبعا سعيد سعيد بس كتجربة الفيلم بشكل خاص يعني هي تجربة فريدة من نوعه طبعا وعمرو جمال كمخرج هو مخرج متمكن وعرف انه الوضع فين تأكل الكتف يعني من فين بالذات المشاهد ايش الدراما موجودة واكثر من عمل درامي موجود لكن انت كيف تتفرد بعمل بالفيلم بالفيلم لانه وفلوسه اكثر وفلوسه اكثر وتجربه بالنسبه للمشاهد يعني لا 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 انا ما تابعتش انا تجربه هي فرصه لا 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 غلطانين اسمحوا لي هي فرصه هي فرصه احوش على عمري لا ابدا ما كاني هنا وزاره الدفاع حقه لا 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 مش الموضوع مش بالشكل ده فعليا هو الفيلم مش مربح بقدر المسلسل انما عمر من الناس اللي يعني وأني أزعم أني قريبة جدا 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 منه ومحظوظة كنت أني اشتغلت كثير معه وقريبة على المستوى الإنساني وأعرف كيف يفكر الفيلم تقريبا تكلفته أكبر من المسلسل ربحه أقل بس العروض انا اتكلم على العروض هي اللي يعني بالنسبه للسينما عمرو والسينما السينما شغف لعمرو جمال مش غايه لوصول لشيء شغفه فهو حابب الشغف هذا وحابب انه يشتغل في 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 شيء يعشقه بالشكل هذا موضوع الدراما التلفزيونيه يعني لو اقول لك عمرو أني هو كم أقنعته أنه يرجع وأني أتمنى أنه يرجع وما زلت عندي أمل أنه يرجع بس بيرجع بنص أقوى وأفضل وعمر من الناس اللي يحرص على أنه يعمل المعادلة المحتوى الجيد أو إذا ما كانش ممتاز الجودة الطاقم اللي يشتغل بشكل الكل يكون نجم يعني ما فيش تفرد في النجومية عند عمر الكل نجم ففين ما تروح فين ما تشوف العمل تلاقيه بطولة طبعا عمر يستحق والهدف الثاني الهدف الثاني كان لعمر هو انه الطموح اللي موجود عنده انه يظهر برا خارج اليمن هذا كان طموح انه يشارك نعم اكثر من مهرجان اذكر انا كنت قبل ما ينتج الفيلم والتقيت فيه بعدا وكان يتكلم على هذا واحنا في طور جمع كان في طور البحث عن رعاه وقد البروفايل جاهز وكذا طبعا شلت بروفايل بس ما جمعت رش ولا شيء ما قدرت يعني أرجوان انت هذه السنه رحتي كان معك شرق وغرب ويمين الحمد لله الحمد لله طلعت الله هذه السنه الحمد لله كنت في مسلسل بعد الغياب طبعا وكان مسلسل رائع جدا صراحه وتجربه جديده وكنت بطولة فيه وكمان مع غربة البن فين أنا يعني اشتغلت هنا وهنا وهنا فين يعني بس لأنه من أول ما وصلت
انت معك اثنين مايكات وانا معي مايك. انا دولك العصير قبلي خلاص. لا لا هم قصدهم اللي كلموك قبلي يعني كانوا يقولوا على برامج العيد يعني شافوني في اكثر من مكان، مش قصدهم المسلسلات الرمضانيه. مسلسلات كان معك بطولتين غربة البن. غربة البن ايوه. كلمينا شويه عن تجربتك وعن دورك في المسلسلين. والله ايش اقول لك يعني في غربة البن قديك هذيك المسكينة. أيه في غربة البن المسكينة لها بلال زهايمر طول الوقت، ناسية نفسها، ناسية زوجها، ناسية مش دارية من ده اللي جالس جنبه. ولا المسلسل الثاني طبعا كنت شخصية هادئة يعني أخواني ضاعوا من يدي وإنسانة يعني طول الوقت تشتي تلم أسرة يعني ما فيش لا أم لا أب لا ما فيش إلا أنا أقرب لك في الشخصيات. في الشخصيات أنا أحب أنا أحب إن أنا أكون يعني في الشخصيات الهزلية أكثر من الدرامية اللي تهدئني وكذا. لا أنا أحب إيش رأيكم نتكلم على هذه كلها؟ بس خلونا أول شيء نشوف بعض المشاهد، نشوف بعض الكواليس، نشوف أول مشهد شروق. خلينا نشوف شروق. يا بنتي الله يحفظك، لك ساعة تسأليني أسئلة أنا مش عارفة أرد عليك. يا خالة ضروري أسألك أسئلة كثيرة علشان لما يتعافى عمي مسعود إن شاء الله تعرفي كيف تتعاملي معاه. لا تنسيش قد له فترة طويلة ما يتحركش وما يتكلمش. الله يحفظك يا دكتورة. آمين. عمه معك اتصال مهم. من من؟ هذه خالتي أمرية زوجة حزاع الله يرحمه تتصل من الحبشة. سبحان الله اللي ذكرت نحنا. يلا واني بروح عند عمي مسعود. تمام. هامريا انا اتصلت اليوم عشان اسالك على حاجه. شنطه مسعود عاده هلا معاكم؟ ايش شتو بالشنطه؟ ايش شتو بالشنطه يا امريا؟ حافظ يدور الشنطه وانتي تدوري الشنطه. ايش في بالشنطه؟ شوفي يا اختي الموضوع مهم جدا جدا. انا من يوم ما جت الحبشه وانا مدوشه بموضوع الورث وحصر الورث، الدنيا كل اوراق دوخوا بي. خرجنا أوراق من خزنة في البنك التابعة لهزاع من زمان، وكان داخلة أوراق وفلوس وما فتحوهاش إلا للورثة. وأنا أقلب الأوراق والتسجيلات لقيت حاجة تخص هزاع كان له علاقة بحاجة داخل شنطة مسعود. شنطة مسعود؟ إيش؟ إيش في بشنطة مسعود؟ أنتي متأكدة من هذا الكلام؟ أيوة متأكدة. ومسعود من فين له هذا؟ هي حق زوجته الثانية اللي اسمها فدوى. إيش؟ شروق الجزئية اللي نشتي نعرفها إلى أي درجة بعض الناس يصدقوا المسلسل؟ يعني بمعنى هل جاءوا لك ناس قالوا لك الله يعينك تزوج عليك، ولا ولا اتصلوا لي قالوا لك انتبه احنا عارف انه بيتزوج عليك، ولا لو في مواقف من هذه؟ أتذكر في فرصة أخيرة فكان على أساس انه زوجي اتزوج، ف في زميل واخ في امريكا اتواصل معه وفي بيننا يعني سلام كلام اوكي، فيقول لي اليوم الحلقه كانت كويسه مش عارف ايش اوكي تمام شكرا الله يحفظك، فيعطيني ردود افعال الناس في هذاك الوقت. فيوم اتصل وهو يضحك اقول له خير مالك ايش في؟ يقول لي بنتي لانه يعني اني على علاقه كثير كويسه فيهم، فيقول لي بنتي اليوم تتكلم معي بتليفونيا في اليمن هي، فتقول له يا بابا شوف انت بتعرف الاستاذه شروق؟ قال ايوه. قالت له هيا استنى لانه يعني ام زوجته تشي تكلمها يعني عمته تشي توصل لك رساله توصل لها. فهات هات التليفون، هات التليفون اوكي. الو ايوه ها عمه كيف انتو؟ يا محمد امانتك امانتك تقول ايش اسمه؟ فاتن. فاتن امانتك امانتك تقول لفاتن زوجها تزوج عليها. ملأني ضحك ضحك هذاك اليوم. قلت له يعني ده من صدق؟ قال لي على نياتهم فمصدقين. من غربة البن رحت عشان اخرج شويه اخذ نفس من نورية قليل، لاني كل ما اجي اشوف نفسي في المرايه كل ما احط راسي على المخده اشوف نورية
مسعود ايش اللي بيحصل، مثل المشهد التاريخي اللي بتعرف انه ايش حصل يعني من احداث. فمش قادره مش قادره ارتاح، فقلت خلص اروح اغير لون شعري، اعمل تغيير يعني. فالبنت اللي الكوفيره في الصالون جايبه بنت صغيره، بنتها 9 سنين، عامله لي حبيبي مالك؟ تقول لي انت نوريا؟ قلت لها ايوه. تقول لي عاشقه نوريا. فالام راحت وتعمل ومش عارفه ايش، فتجي تقول لي انت ايش اسمك الثاني، انت نوريا ولا اسمك الثاني؟ اقول لها اني اسمي شروق واسمي نوريا. قالت بعيدي شروق، مش مهم شروق، مش حلو، نوريا حلو. يا ماما سميني نوريا. قلت لا حول الله. لذلك احيانا يكرهوكم احيانا يحبوكم من الدور على حسب الشخصيه. وفي ناس ما تقدرش، أسوأ شيء في تأثر الجمهور بالفنان أو شخصيات بالشخصية اللي يمثلها لما ما يقدرش يفصل. أيوه نعم. أيوه. سيف، هذه السنة تعتقد الناس بيحبوك ولا بيكرهوك؟ طبعاً أنت هذه عشان نعرف الجمهور، أنت فجأة برضو اضطريت أنك تختفي، تفرغت للعمل الفني بشكل أساسي. هو القصة تقولها كده لأنه في معي مشاهد الآن إن شاء الله، يعني اللي هي في الأخير ظهرت فين انا فين كنت. ايوه نعم. لكن قلت لك الدور هذا الناس حقك اللزمه هذيك ضربت تمزق ارهاق. احنا جمعنا تمزق وارهاق، تمزق السين مش بالله. ايوه من فين هذه تمزق؟ الناس يقولوا تمزق بالقريه حتى تمزق، هي اصلا تمزق. هذا واحد تمزق مش تمزق، مش تمزق ارهاق. احنا قبلنا هذه كان في واحد زميل لنزار السلفاني في ريم. بعدين هو كذا، هو عاش في تعز كثير، هو من ذمار، فعاش في تعز كثير. كان لما ارهاق كذا، لما يكون يشوف حاجه تعجبه يقول ارهاق، اي شيء يفاجئه ارهاق، تمسك ارهاق، هذه حق الكلمه. فانا اخذتوها هناك، جمعنا لهم بدايه رمضان وقالوا خلاص. بس ضربت كانت كويسه. ايش رايكم خلينا نشوف نشوف سيف، مشهد سيف. سبحان الله، يعني عبد الوكيل اتزوج وخلف وكمان دكتور، واحنا ولا احنا دارين. حتى هو يا غاله، حتى بنفسه ما له علم. ابي وقع عندنا زالت ايام، يجي عندنا براس السنه بموسم البن اسبوعين، ولو وقع ما يجلس معانا، يجلس لي مع المزارعين واصحاب البن. بس كل الحمد لله يا صابر، ابوك درسك وفي الهند وكمان دكتور، من يلاقي يعني؟ الحمد لله مريح لك. ارهاق يا غالي، تمسك الهضره بادي بالفلوس، ما ايش كل شيء، ما ايش حاجه جنب حنان الاب. كيف تقدر تعيش وابوك حي وبعيد عنك؟ هذه هنا على قدر ما هو الموضوع، الموضوع التبسق هذا يخلي الواحد يفصل، لكن وقعت عاقل هنا وتؤدي رسائلها. لان هي كانت موجهه لمسعود ونوريا من شوان. هو كان المشهد، شوف هذا المشهد كان اللي يشتغله بالنص الاول اللي كان جاهز مكتمل، كنا منصوره في الهند، كان بيكون هذا الدور لانور المشوري اللي يدور شاكر. فمع الظروف اللي حصلت والتغيير وشقلبه وكذا، كان الاصل في المشهد هذا لما اقول الكلمه هذه كان من اللي يكون موجود؟ نشوان اللي هو عمار العزكي، عشان تأثر انه تربى وعاش وهو حي مش موجود جنبه. فبعدين في تعديل النص وكذا والاشياء ولا ذا، بقت التأثر عند مين؟ عند نوريا ومسعود. يا سيف خلينا نخرج شويه من هذا المشهد ونتكلم على مشهد الجمهور ربما انتقده بشكل اساسي، مشهدك انت. الجمهور انتقده، شاهدوا لما طلعوا ترند. ايوه اللي هو حسيت انه بالفعل الجمهور معه حق وانه كانت افوه. شوف انا دي عشان الناس يعرفوا اللي هو كان مشهد محاوله السرقه. عارفين شوف انا دي يا استاذ، في اشياء في الانتاج ما دخلنا في اخراج ولا تمثيل ولا اشياء، في اشياء في الانتاج، في اشياء في الاتفاقات مع الرعاه، مع اشياء. انا بعض الاحيان تقتل المشاهد لاشياء للانتاج، لانه احنا في ظرف يعني العارفين في الانتاج ودارين وقناة السعيدة عارفين يعني كم الكريمي الذي في الرعاية حقه. يعني احنا كشركة الوافي لو ما خلوش الكريمي ما
ما في مسلسل، ما في مسلسل. وكان في اتفاقات موجودة معانا احنا وغيره، حصلت بعض القصور الأشياء اللي حصلت بيننا في الاتفاق، بس لا بتعوضها في مكان ثاني. أنا ما أخذوش مبرر كمبرر المشهد، لا مش مبرر المشهد. المشهد بعض الأحيان في الإخراج إحنا ما تفتهم لكش مشاهد، والوقت اللي تصور فيه ضيق، يعني هذا المشهد صور بكرة بتروح حلقة، هذا صور في الصباح، ما فيش وقت استعراض، ما فيش وقت استعراض، ما فيش وقت مراجعة، ما فيش وقت كذا، فطلعوا بعدين زه. بس بعض الأحيان الهفوات هذه، يعني عندي لكم في غربة البن الجزء الأول في هفوة في أول حلقة، هي أول هفوة حصلت اللي خلت الكل نزل بحملة، مسلسل فاشل، مسلسل مش مليح، مسلسل كذا، يعني هدم المسلسل. التسويق العكسي فعل زخم للمسلسل، هذا المشهد فعل زخم للمسلسل، متابعة غير طبيعية. يعني بهذا المشهد كان في الحلقات السابعة والثامنة بداية المسلسل، ما كش في الأخير، ما كش يعني في الحلقات اللي في النص، ففعل زخم للمسلسل. يعني أنا أقول لك، أنا لما دخلت أشوف النقد اللي موجود على لوكم تضحك. بس يا سيف مهم انه نعرف انه مش اي شهرة تكون شهرة ايجابية، مش شهرة ايجابية. انا داري انه قالوا الكريمي والكريمي، انا ما انتقيت ببررش يعني للمشهد. بامكاننا احنا نعمل فلاشات توعوية، بامكاننا نعمل اعلانات، بس مش في مش يدمر سياق العمل او مسار العمل. طبعا يا شروق وسيف، احنا اذكر يوم هذا المشهد بالتحديد جت لنا الكثير من الاشارات، احنا اللي نعمل في السعيده انه شوفوا ايش عندكم. قلنا لهم احنا عندنا الجراه، سواء نحن في السعيده او شركائنا في الوافي، انه اذا في حاجه خطا او نقدر ننتقدها ننتقدها ونقول. أيوة. والان احنا جالسين نتكلم كذا على بلاطه، ما عندناش اي شيء، لانه اهم شيء بالنسبه لنا الجمهور. طبعا اهم شيء هو الدافع لنا، احنا نشتغل لمين؟ جمهورنا واعي، جمهورنا واعي يقدر يميز. يعني شوف، انا تابعت بعض النقد اللي موجود، انا اقول انا احترم كل انسان ينتقد وهو في نفس المجال، في مجال عمل، انه اشتغل مسلسلات، اشتغل اشياء، حتى المتذوق يا سيد، خلينا حتى المتذوق انا عندي لك مش شرط اي حد، لكن انتقد وانت انتقاد بناء، ما تنتقدنيش تنسف كل شيء. أي. وكأنه التعب اللي يتعبوه الفنانين، أنا بالنسبة لي اللي يتعبوا الطاقم، ثلاثة طواقم تشتغل في غربة البن، مش طاقمين، ثلاثة طواقم. طبعا يعني الجهد اللي بذل مش طبيعي، ما كانش طبيعي. أنا معك، فما يجيش ينسفوا. أنا تابعت في اليوتيوب، تابعت في أشياء كثيرة، في ناس ناقدين هنا بأحذيتهم، طيب هنا على رؤوسنا، لأنه بنى شيء صحيح، لكن في ناس مش ناقدين سليمين فينتقد أشياء توافه. في أنا شفت انتقاد لمسلسلات غيرنا، كنت اقول ايش تنتقد انت هبل للدرجه هذه يا ناقد؟ طيب يعني ركز، بما انك قبل قليل وقعت عاقل بالمشهد وتكلمت كلام جاد، انا خلينا برضه هنا بتكلم شويه. طبعا بنروح للفريق هذا الصامت، انه احنا المستمع، انا مع فكره انه النقد كله بناء، ما فيش نقد بناء، وكل خذ اللي تشوفه انه بينفعك وارمي اللي تشوفه لا 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 في فرق، بنرجع لا لا في فرق ما بين النقد والحقد والانتقاد، وفي كمان ما بين قله الادب، استياد الاخطاء، يعني في ناس تنتقد بقله ادب. يعني ما يمنعش، جمهورنا جدا واعي ونحترمه، واحنا اصلا نشتغل علشانه، نقدم علشانه، انما النقد يكون بادب، النقد البناء اللي يرفعك، اللي يعلمك اخطائك فين عشان تصلح. طيب خالد، كنا نتكلم الان بنفس النقطه، الى اي درجه انت يكبرك موضوع النقد، يكبرك موضوع النصح؟ طبعا كل فنان واثق من نفسه وعارف امكانياته. النقد طبعا يفيده كثير، لكن احيانا تلاقي بعض التعليقات مش في محله، اي تعليقات تدخل زي ما قالت الاستاذ شنو، في اشياء يعني مالهاش في يشتغلوا في الادب، يعني في يدخل يعني، بس انت كيف انت كفنان تمتص هذا ال، ترد له الرد المناسب بحيث انه تقول له لا، اذا كانت انت طريقتك بالكلام كذا، انا فنان، بترد له انه الكلام ده غلط. شوف، انا مش على انتقاد المشهد اللي تكلمت عليه يا استاذ. انا يوم ما نزل صالح الاسمر حبيبنا وصديقنا نزلوا المشهد اللي قلده، ضحكت راسلته، يعني طبيعي، يعني عجبني فيه طريقه الانتقاد حقه حلو جدا. يعني ما نقولش انه المشهد كان حلو، كان لا، فيه خطا كبير،
من طريقة الإخراج في خطأ، من حتى أنه ما قدرناش نصيغ النص اللي كان مكتوب بالطريقة السليمة للمشاهد، فالأخطاء طبيعية. لكن هم لو عرفوا، أنا مش مبرر، لو عرفوا الظروف اللي إحنا نخبز فيها كنا ما قلناش إحنا ننتج، كنا نخبز. أيوة صدق والله خبز. يعني كان بعض اللوكات اللي إحنا نكتبه وقت اللوكيشن في كثير من الناس اللي انتقدوا غربة البن، ليش؟ لأن حرق الشاشة حقه في البيت، حرق الشاشة ما تابعش من الخبز. أيوة طيب. لأنه ما طبيعي يا اخي، احنا قبل 9 ايام من رمضان فرق طوارئ كمان. طبعا 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 الظروف كانت قاسيه، فاعذرونا يسامحونا، احنا مش ضروري انه كل سنه المشاهد بس يعذروا كثير. بس الجمهور وهذه بوسل الجمهور وبوسل الطاقم اللي عندك كمان حقيقي، وهذه بوسل الجمهور. انا طبعا على عيني وراسي، الجمهور هو الدافع الرئيسي، هو رصيد كل فنان. خلينا نشوف شيء الشيء خالد. نشوف مشهد خالد. انا قبل ما يبدا المشهد يا استاذي، انا خالد يعتبر تجربتنا معه هذا من الفنانين الرائعين جدا جدا والله جدا، انا للشرف والله جدا 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 والله للشرف اني اشتغل معاكم، وكانت تجربه حلوه جدا جدا صراحه. خالد غالي ولو اني تعبت لكن شاري. اخي نجيب رجع، اخي نجيب رجع، يماه يماه اخي نجيب رجع. الحمد لله على السلامة يا نجيب. أنت إيش معك هنا؟ وإيش قاعد تسوي؟ إيش أسوي هنا؟ أيوة، وإيش رجعك هنا؟ تجي يعني إيش اللي رجعك؟ إيش رجعني؟ هذا بيتي وبيت أبوي. الله يرحم، الله يرحم. ايوه صح، بيتك وبيت ابوك الله يرحمه، بس لا تنسيش انه بيت خالتك وبيت اخوانك الثلاثه لهم نصيب اكثر منك. خالد، قبل ما اسالك، انا في عندك شيء تعليق انت على المشهد ولا اسالك على طول؟ تفضل. في صعوبة، وجدت صعوبة انه مطلوب منك لهجتين مختلفتين غير لهجتك، يعني في النهاية هو عدني، مطلوب منك انك تكون تعزي ومغترب. طبعا الفنان لازم انه يخوض تجربة اي يعني لهجة، لكن كانت المشكلة زي ما قلنا انه نحن نشتغل فرق طوارئ. انا حاولت انه قدر الامكان اكون الاداء يكون اقوى من اللهجة صح انه ذا، بس هو في الاخير وجهة نظر، احيانا المغترب يروح يغترب ويرجع ما يمسكش اللهجة او اللغة اللي مش شرط كل الكلام. مش شرط. ايوه، واجهت بعض الانتقادات بعد ذا، ولكن في الاغلبية كانوا يقولوا كويس حلو، يعني اهم شيء. لا بالعكس، مش تبرير لخالد، كثير من اليمنيين اللي يسافروا يرجع هنا يضرب هذه على هذه. يعني أنت حاجة إحنا الجزء الأول. حتى الجزء الأول في بعيسى سافر أمريكا، روح يقول لي نشتين ريليكس، نروح ريليكس نرتاح. لا الجزء الأول أنور المشولي راح الصباح رجع في الليل يقول له يا ما يا أم يا أم دينا مويا يا أم دينا مويا. هذا في طور التمثيل، لكن في الواقع هي كذا اصلا يا خالد. فعلا صحيح. خاصة لا، انا معي واحد من اولاد عمي سافر قبل فترة للسعودية وبعدين رجع، هو ما شو متعلمه، قال قعدنا انا قاعد فوق الجمال معقنا يا ولي. هو الطريف اللي كان موجود انه باللهجة دي، انا في مشهد لما لطمنا عمي حافظ رجعتها درع دني. كانت خليجي كانت خليجي تماما، حبيت نسى اللهجه رجعت عدني. فانا لاحظت هذه، كلمت المخرج قلت له شوف انا بعض الكف حول خلي بتمشي بتمشي يعني صح. كان فجر خلاص ما لا لا هذه شوف انا عجبني الاستاذ، في كثير من الفنانين يعني تقول له في مشهد من طام ما يلتطمش، يقول لك لا وافق على طول. يعني عندي لكم يعني انت ممثل، والقاعده تقول ممثل الذي لا يمثل. انا ممثل عشان اعيش. صحيح. يعني لما تعيش اللحظه، الاستاذ شروق ما تقابل تقول تنويه انه بعض الاحيان تنام وانت جالس تفكر نوريا 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 نوريا، هذا اللي يعيش، انت تعيش الحاله. وانا اخذها شهاده للفنان اليمني بشكل كبير. الفنانين اليمنيين انا كان عندي لما يجوا يدربوا عندي الطلاب خاصه التمثيل، كيف الفنان اليمني
كيفو انسان غير الفنان الاجنبي غير اللي هو الخارج، خارج معه جو يهيئ له، معه من يرتب له النص، معه من يشتغل له هو بنفسه، معه فتره قبل ما يصور وست شهور يعمل تدريب ورشه عمل. عندنا الفنان يخرج من البيت المره تقول له ناقص كذا وكذا 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 20 حاجه تطلب منه هم البيت، خرج يشيل سلف حق المواصلات، تسلف للبقاله حصل وحصل متر صاحب الحاره شال له الموقع، هو قد اتصل لمتابع الانتاج انا بوصل حاسب لي الموتور تحرقناش، وصل لهنا متابع الانتاج خرج يشتري حاجه ثانيه، فين 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 الطاقم فرق له، فرق له حاسب الموتور دخل ايش يمثل مدير عام يصرف شيكات يدخل داخل اللوكيشن يؤدي الدور على اكمل وقت. انت الان نسفت قاعده الصيت ولا الغناء؟ لا لا فعلا هذا حال الممثل اليمني. لا 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 انا بشر يعني في الحال الماديه مشهوره الحمد لله، وفي في في من الفنانين اللي يعني الله على قدر حاله. صحيح ما احناش احنا في في دوله اولا ترعى الفنان بشكل سليم، مش موجود هذا يعني. وثاني شيء اللي عاتب الانتاج هنا ما فيش عندنا اسمه مدينه انتاج. صحيح ما فيش حاجه اسمها عند الفنان يعني الان عادي دخل في الوزاره ما ناس سنتين او ثلاثه يا سيف، الناس جالسين الان يدوروا منك طالما انك قد دخلتهم عالم الانتاج لا عاد تجيش الان جيتك يا مدري من لا لا انا ادي لك انا ادي لك التضحيات اللي قدمها الفنان كم يفصل اغلب الفنانين عندنا اشوف عندهم في انفصام بالشخصيه. طبعا طبعا اكيد لانه هو لو ما يعالجش نفسه هو نفسيا لو ما يروح شو احنا ملك تاشر لا لا انا ادي ايش يعني قصدك ما يخرج من الشخصيه يعني مش عارف اشر لا لا ما يخرج من الشخصيه سريعا اشر عاد اشر حبينا حبينا لا قبل ما اشر وقبل ما ننتقل للعبه ونقسمكم فريقين فريق اليسار وفريق اليمين. اوكي لا خلي غير اليسار خلينا نشوف نشوف مشهد لأرجوان. يلا يا أرجوان يسألوك من قبل انه ايش اسمك الحقيقي؟ أرجوان. اخر كلام اقول لك غير خلينا نشوف المشهد وقامع العقد هو نجيب اللي باعه وبعدين قال بيفتح لنا معمل خياطة. معمل خياطة هي ونجيب وينه؟ نجيب سافر. سافر؟ ايه اكيد جي سافر. وش جلس يعمل؟ وش جلس يعمل بعد ما ضحك عليكم باع الورشة؟ اكيد جي سافر. هلا انا افتهمني ليش ما خلاني اروح اسعى فيك لما قالك نجيب وانتي حامل. افتهمي ليش طردني من البيت والورشة؟ عشان يستفرد بكم، علشان يستفرد بكم ويكوش على كل حد. مو خدعني؟ الله لا سامحك يا نجيب، الله يخدعك مثل ما خدعتني أنا وعيالي. الله لا بارك لك يا نجيب. وده الحين مو الحال، مو الحال يا صغير. ما تقلقيش يا حبيبي أرجوان، هذه الشخصية اللي تحبيها أنت؟ أيوة الشخصية الهبلة اللي يعني إلى حد ما أحب أن أنا أكون كذا على نياتي مسكينة طيبة، وهذا هي شخصيتي الحقيقية. طبعا عندك الأمر أنك حريصة أنه الناس الجمهور يحبك ولا هي تحبي أنت هذه الشغلة؟ لا لا أنا نفسي أحب هذا الشيء مش عشان الجمهور وكذا، الجمهور أكيد حتى لو إيش ما تعمل الفنان على قولتكم يعني يحصل انتقادات في أي حاجة في أي شيء. إذا نستأذنكم مشاهدينا الكرام بفاصل قصير من الإعلان ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد في نجومنا والعيد مع شروق وسيف وأرجوان وخالد، مستمرون معكم ودائما نذكركم خليكم في البيت ونجومكم معكم في هذه السهرة. طيب مستعدين؟ أيوة مستعدين. أنا مستعدين. يلا بتقع مضرابة بينكم؟ لا يا ستار يا رب. تمام أيوة. وجبتوا لي سيف اليوم. أيوة. يعني انا اخر عند الرجال انا قلبي ملان ولا يهمك. معي الان فريق شروق وسيف وفريق خالد وارجوان. كل واحد منكم يطلب المقابل له طلب،
تمام، هذه فقرة طلباتك أوامر. أيوه. يحق لشروق تحمل طلب سيف والعكس، وأنتم كذلك. نبدأ من عند من؟ نبدأ من عند رجوان. تفضلي. اطلبي من واحد من الاثنين. قلبي أنا ملان من طلب، لكن طلب، لكن طلب، لكن طلبات. طبعاً يحق للطرف الثاني إذا شاف إنه هذا الطلب مش قادر، مش قادر يسويه خالص، يعتذر عنه، تحسب عليه نقطة. أشتي سيف يمثل مسكين. مسكين؟ أنا بطبيعتي مسكين. كيف مثل كيف يجي ملامح المسكين؟ مثل دور واحد طيب يعني. طيب طيب يعني. مغلوب على أمره يعني. مغلوب على أمره، الله المستعان. شوف نظراتك. مش هذا يا أمور. ايوه زي كذا يعني. شحات ساعدكم بنات، شو دور شحات؟ ايوه مثلا شحات يا سيف. بالله ابو عادي شحات بشكل هذا. علي الامام الامام المتسول ولا سيف؟ سيف علي الامام انك لابس ومبدل وتقنع عنك انت. يلا يا سيف معك دقيقه. وتعبان اشحات يعني على انه اشحات. ايوه اشحات عطوه فقير تعود معدم. اشحات يناسبك معدم معدم انت معدم. دار عليك الزمن يا سيف. ايوه وانا تحديت نفسي. والله والله يا اخواني انا والله ما وقفت امامكم الا وانا يعني تدارين يعني الظروف صعبه يعني فان حادث لا حول الله راحت الامور علينا يعني فارحموا عزيز قوم ذل يا جماعه. يعني الله بعينك الله والله يعني الله. ما الشكل هذا مش انه على الله الله اديت المكان الله كريم ما عندنا شيء ما فيش معنا الله يعطيك الثانيه صح ما عندكم حلو حلو والله قويه خارج نفسك حلو سيف يطلب انا طلبت نازل على النص اقوري كيف نسوي يا خالد ده 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 بدون مستلزم قسم مع الفقراء والمساكين انا نفذت خلاص انا نفذت وهذا طلب انحسب عليك ما ينحسب عليك طبعا بقول لك لا على فكره المساكين مش ليا الفقراء والمساكين بعدين بتقول الفقراء والمساكين هم الفنانين وانا فنان ايوه رجعنا لنفسها لا لا طلب لا طلب طلب تعجيز يا سيف هذا تعجيز الماده خط احمر لا لا اوافق لو تطلعني 30 حلقه ايش 30 حلقه طلع ما طلعتني 30 حلقه توافق على 30 حلقه لا لا طلب طلب معقول طلب معقول يعني انا اطلب منك تغني بس بصوت قوي واغنيه كذا لي يا عبد الحليم يا ام كلثوم ازاي الليل يا بنا ابوك الليل كيف اشتغل بس نحن عبد الحليم ما لك يا سيف طيب غني لمن يا سيف ولا الحد اصلا لو اغني ما بعد ما عاد بيقاش عيد عادي الناس يعني مزامحين تنسحبي يعني حتى مقطع تنسحبي مقطع ضروري مقطع خلاص يعني مقطع طيب طيب ننسحب انسحب انسحب عليهم نقطة ام كلثوم خلاص عليهم نقطة طيب. ليش عليهم نقطة خلاص عليهم نقطة وبعدين فين ليش الزمن ليش ليش مش فين التوقيت يعني كذا الوقت فضفاض قد سامحناكم جالسين من الاول يمكن واحد تحمل مش قاموا على اساس ضايفنا مالك مالك انه خسرت كذا يعني الله خالد معايا يلا من سحبات يا استاذ يلا لا لا بس معايا الفريق احنا قلنا للي قلنا لك دويتو اثنين طبعا صوتي انا بشقيكم يعني انا صوتي رهيب بس انا ما غنيش انا استحيل الا صوتك حلو ما عليك لانه هرب الفيران والبساس داخل البيت ما شاء الله حلو مضاد بس نقطة دي نقطة انا يلا هات مش ال يعني عبد الحليم ولا عبد الحليم ولا ام كلثوم خليك على عبد الحليم ام كلثوم ايش وصلنا مالك يا امي اخذك عرفت انت غطيت شوف شوف طيب اول مره ها اول مره تحبي قلبي لا حافظ المشكله انه مش حافظ الكلمات انا ما شفت كم الزمن يلا انا غني الاثنين غني الاثنين هذا المطلوب اصلا اول مره تحبي يا قلبي ما مش حافظ شوف عبد الحليم نشوف اغنيه اغنيه ثانيه بيخلص الوقت مثلا حق معه اغنيه جبار خلاص خلاص انا مسحب بس انا كنت شي اغنيه خاصه خلاص اغنيه كوميديا اطلبيها اشرو بعدين اغنيه عبد الحليم ايوه نقطه عليكم نقطه عليكم عجبك كيف طلعت على فكره احتمال النقطة طيب طيب ممكن احتمال تتبع للإنتاج والإنتاج يعمل خصم
طيب خلينا ان فرحة ثلاثة دقش انتهز وقت أعلن انسحابه معك فيش ايش بابا ايش بابا نطلب يلا هات لا ما تكونش تشاوروا على كل شيء لا لا, لا احنا فريق احنا بس بسرعة ها لا سريع احنا قطع يلا 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 نفذت الامر قام طبيعي هات 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 ايش ما بنفسك ما انا قنوصل عندي شكله ناوي على نوية نشي نشوف اللي بجيوبك ايش بجيوبك ايش عندي روح معك لا لا خليك لا 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 ممكن تليفونك كمان لا لا بس التليفونات خصوصيات لا ما نشيش ندخل في خصوصيات بلاش الفضايح الله يستر عليك تليفون صامت يعني صامت عادي طيب ايش اللي بجيبك حاجة ها ايش اللي بجيبك ايش اللي فيها سيف قول لي كده ايش اللي بجيبك يا اخي طفراري بجيبي تبر سنجم واحد نص هذا نص ايوه تمام مع التصوير نقدر بنص حبه نخليه يعني تمام العتك العتك زياده علشان الدعايه ما فيهاش طاقه ايوه بس ما فيش مايك هذا الجوال فاين يلا خرجوا طيب نشوفه يا اخي ايش تخرج ايش تخرج لا لا مش خرج انا بجيبك يا اخي فاين اشتغل مع نجاة سيارة ايوه هو اللي يوصل من اول للسياره ايش يشرب سياره ايوه تشتري سياره والله بعين معي يا حبيبي ايوه كنت تقدر تطلب طلب ثاني انه جيب اللي بجيبك مش خرجه تجيب اللي بجيبك انت خلي لا تجي لي شري ايش دي ايش باقي حاجه معك بجيبك ثاني بعين معك شي متاكد شي المايك متاكد متاكد ما انا قلت فتشك يعني متاكد هو الحكم كان يقول فتش عادي انا اخسر نقطه لو كان في اي حاجه غير هذا خلاص هذه شروق كانت مسكينه وطلبت طلب ما انا داري ايش الفائده منه هو بجيبك طلب لصالحنا اقل شيء دي اللي بجيبك اقل شيء أيوة. تبرع بشيء الله يسامحك يلا ممكن اطلب 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 اطلب, أطلب يلا من شروق من شروق يلو ما عليك انا شوف شروق مسخيبه لكن اليوم مسخيبه صراحه انا دلعتك يا خالد دلعتيني يا خالد يا اتمنى انك تطلب اللي 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 في بالي من شروق لا لا ما بقول لك بعدين انا طلب شوف انا بطلب من شروق حاجه هي تعرف لي صراحه بس بطلب منه تغني لنا اغنيه الله تمام بس هذا اللي كان في بالي طبعا بس الشرط 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 ان الاغنيه تكون هي مش معروفه اغنية يعني هي فكرت بلحن ان هي يعني اغنية اغنية من 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 شروق شخصية شروق مش اغنية معروفة يعني اغنية انت كنت فكرتي بها ان تكون لحن لك عملك القادمة ولا كيف انا تمام كريه صعبها عليك كريه اغنية ما سمعناهاش لانه صوتك حلو بتعطينا اي اغنية مش وانا بلا نوم يومين ثلاث ايام في ما ليس مقبولا اني لحنتها كلمه دكتور عبد العزيز مقالح او كلنا نعرفها طبعا ايوه ما ليس مقبولا ولا معقولا اي ما ليس مقبولا ولا معقولا ان يصبح اليمان الحبيب طلولا ان يشتوي بالنار من أبنائه وينالهم منهم أذى وذبولا ما ليس مقبولا ولا معقولا الراكعون لكل علج أجرب والخاضعون أذلة وخمولا يتقاتلون على سراب خادع بس خلاص جميل صوتي والله تعبان يومين هذا وانت تعبانة يعني والله انه صوتي ما شاء الله جنن. ما شاء الله فبعد ما نشيش نمرعك يا سيف ما الذي يجعل المنتجين دائما ما تقولش هذه المرة بشكل عام هذا كلهم يأخروا الإنتاج إلى ما قبل رمضان بعدين ملاحقة 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 قد هي ثقافة أقول لك أنا مش ثقافة يا سيد أنا أدري لك هذا النصوص النص لو جهز يعرف أنه بننتج قبل رمضان لكن النص والكتاب عندنا إحنا في شحات كتاب صح معانا كتاب مليون هذا يقول لك أنا الكاتب والكاتب والكاتب لكن فين الكاتب الدرامي اللي يكتب للشخصيات في ناس يقول لك يا سيف في ناس يقول لك انتم
تتعاملوا مع ألف باء جيم من الكتاب، ما تتعاملوش مع أي حد، ما تدوروش ما تدوروش. إحنا ندور سنويا صلاح ولا غيره ولا كم من منتج يبحث عن كاتب يدي لي نص أنا أشوف فيه الحبكة وأشوف فيه الكتابة الصح وأشوف فيه السيناريو والحوار مكتوب بشكل سليم الذي يقدر يمثله محمد قحطان وصلاح وفلان وفلان. لما تقرأ النص تشوف فيه منهم النجوم. أنا أجي أشوف إنه كثير من النصوص كتبت ما تشوف أي فنان فيه. إذا دعوة هذه تقريبا للكل إنه اللي عنده التنافس. طيب اللي عنده نص وفكرة جاهزة أهلا وسهلا، مركز الوافي وشركة الوافي مفتوحة. لكن قالت عندي نصوص أنا أستاذ السنة ولا قالت عندنا نصوص بشكل كبير. ما خيال علمي وهذا عدد الدراما العربية موصلة الخيال العلمي. مشتي اليمن وشركة الوافي تدق له خيال علمي. ولا السعيدة ولا أي قناة يمنية تدق له خيال علمي ولا يدي لك نص. ركيك. الركيك يعني ما فيش حبكة. ولا نص ما يتماشيش مع العادات والتقاليد الماشية معانا في الوطن. لا عفوا. أنت مع فكرة إنه الممثل يجتهد ويخرج على النص ولا يكون في معيك نص محترم وما تخرج منه المية على ما يقوله وتمشي عليه؟ لا لا لا، أنا مع إنه الممثل إذا شاف إنه لازم يخرج على النص ويرتجل عادي، إذا كان هذا الشيء في صالح برضو العمل وفي صالح النص. بس هذه يا خالد البعض يعتبرها خاصة بعض المخرجين يقول لك تأسس لفوضى. لا هو بالاتفاق بالتنسيق، أنت كممثل برضه هو مش قرآن كريم النص. النص هو بالأخير أنت تجسده وتحوله إلى روح، إلى جسد، إلى شخصية معينة. لكن إذا شفت أنت عندك فعلا في إضافات تتفق مع المؤلف تتفق مع المخرج وتنسقوا مع بعض وتطلع حاجة حلوة. وفي الأول والأخير بيكون يعني بإشراف من المخرج نفسه. تضيف يعني الطواقم اشتغلت اللي اشتغلوا في مصر واللي اشتغلوا مع الطواقم الأخرى اللي هم فاهمين بشغلنا غير الطواقم اليمنية. الطواقم اليمنية أقول اشتغلوا على البركة، ما الخبرة الكبيرة مش موجودة بشكل كبير كشغل منظم وكذا. بس إنه الممثل يقدر يضيف بس ما يخرجش عن مسار المشهد. أيوة. عن الهدف من المشهد. شروق، تعتقدي احيانا الخروج والسماح بالخروج انه الكاتب هو يدور له تخريجه اصلا ويقول لك يلا اذا في اضافه اهلا وسهلا؟ لا، والا بالفعل هو يرحب باي لا فكرة. بقول لك حاجه، اول شيء لما يجي يكتب الكاتب يعني هو خلاق، هو خالق عالم متكامل. النص ده غالي على اي كاتب، النص اللي يكتبه كأنه طفل من أطفاله، فما تجيش تخرب لي إلا إذا يعني مثلا تحصل معانا إحنا في الشغل مثلا لما واحد يلبس الشخصية ويتشرب منها صح، يحس إنه في جملة مثلا انقالت انطبعت خطأ أثناء كتابة السيناريو أو انقالت مش اللي تكلم أو اللي كتب السيناريو ما كتبوش يعني كان مستعجل أو مدووش أو أيا كان مشوش نوعا ما، ما كتبوش ما عطاناش الإحساس. أنا هذه عملتها بالاتفاق مع الأستاذ سيف والأستاذ صلاح إنه مش حاسة هنا الجملة دي. سيف إيش رأيك تغيرها؟ إيش رأيك مش عارفة الأستاذ وليد العلفي؟ لا مش حاساها حاجة، لأنه أنا شايفة أنه يعني الشخصية تشربت منها فدي مش نورية. يعني مثلا في الجزء الأول كان في كلمة فجأة شفتها خطأ أنه تنقال أثناء صياح نورية تتلفظ بلفظ يعني مش سوي، فقلت لهم لا العفو منكم نورية ما تسبش، نورية ما تغلطش. ف يعني حتى انفعالها وقمة غضبها ما يكونش بالطريقة دي. مهم برضو الفنان انه يكون أيوة عنده ثقافة يعني الارتجال. اما في 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 العموم يعني اذا بنقول مثلا في مسرح انا ضد الارتجال الغير مدروس والمتفق عليه. يعني حتى واحنا نرتجل، احنا ارتجلنا في مسرحية صرف غير صحي، في مسرحيات كثيرة تم الارتجال فيها بس ارتجال مدروس. لكن للأسف الشديد في ناس، أنا ما بقولش إنه يعني من غير طبعاً، في ناس متطفلين على الفن أو في ناس داخلين الفن فاهمين إنه الفن أهرج وهرجل على خشبة المسرح وأتكلم ألفاظ بذيئة وأتكلم بي 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 بشكل غير سوي. اختلف الموضوع حتى من ناحية الشكل، وإحنا بنناقشه في طور هذه الحلقات طبعاً، حتى من ناحية الشكل شكل طبعاً يعني ده مش صح. يعني الزمان وما زال الفن معلم، المسرح والتلفزيون والدراما الفن بشكل عام معلم. نعم. انت ترقي سلوك مجتمع، انت توعي مجتمع، فانه
احنا الشارع يتعلم مننا سوء الالفاظ وسوء التهذيب، هذه كارثه. مشاهدينا الكرام، فاصل اخر واخير من الاعلان في هذه الحلقه من نجومنا والعيد، نعود لاستكمال الحوار. مجددا اهلا بكم في نجومنا والعيد، مستمرون معكم في هذه السهره التي نتمنى ان تكون سهره ممتعه مع نجومكم نجوم غربه البن. الفقره الاخيره اسمها فقره خاصه، هذه بدون تردد اسالك وتجيب بدون تردد وبدون تفكير، ولك الحق ان لا تجيب وتحسب عليك نقطه برضه. تمام سيف الوافي، سيف كم استلمت أجور في غربة البن اثنين بدون تفكير؟ جاوب ما تجاوبش. ثلاثة ونص. حلو. أوف. غير السؤال. شروق. مخرج اتعاملتي معه ندمتي بدون تفكير بسرعة. صراحة سؤال ملغم. أني كرهك يا أستاذ. خلاص قولي أبو مين. هذا السؤال عليه علامة. عليه علامة. أنا ماليش دخل. وما يتغير. شروق. قولينا. ما يتغير. لا. شروق. لا خلاص. لا. هذا أول كان. يا رب نقطة يا رب نقطة. لا راضي أغني لك من النشاس. أنا مسافر. ماشي. لا هي سؤال ده خاص اذا مقابلته. لا احنا كذا هذا ما في مستشار يا سيف. خلص الوقت. ليش خلص. لحظه خلص الوقت. لا هذا بدون تفكير، هذه الفقره بدون تفكير شباب، هذه الفقره بدون تفكير يا سيف. خالد حمدان. خالد حمدان محمد مساوى. من هو المخرج الذي تمنيته ان يخرج غربه البن؟ هل تمنيت مخرج غير المخرج؟ جنبي ولا تقول. طبعا ام تمنيت نفس المخرج؟ لا انا تمنيت نفس المخرج فعلا. خلاص انتهى الموضوع. خارجته هذه خارجتي. لا انا قلت ما فكرت. ما فكرت نفس المخرج. عبد السلام. ما فكرت. عبد السلام لك مني اللي يرضيك. أرجوان. ايوه. اسمك الحقيقي؟ أرجوان. أطلع جاوبي. أحسن لك. البطاقة موجودة. هل اسمه؟ هل اسمه صحيح؟ عادي جاوبي. أرجوان. خلاص بتخسر النقطة. سلي. ليش يعني ما في أسئلة ثانية؟ أنا أخسر نقطة. خلاص إحنا يعني كذا الفريقين متعادلين. لا أنت فايزين. اطمني. أنت فايزين. الحمد لله. شكرا. إحنا في الأمل. نختم كذا معكم، نختم معكم على السريع من كلمة كلمة، من معايدة معايدة، رسالة لناس يحبوهم، خاصة نحن في مرحلة كورونا حجر ما قدرتمش توصلوا للناس. نبدأ من خالد اللي هو عادي جدابش. أنا نبدأ من جدابي. أنت جدابها عندي وطناها عند الأستاذ. يلا طبعا أولا لأنه خالد وحده هنا. أول حاجة، أول فعلا أنا أقول كل سنة والشعب اليمني بشكل عام إن شاء الله طيب، وأوجه كمان رسالتي إلى أحبابي وأصدقائي وإخواني في محافظة عدن، وأتمنى لهم السلامة وربي ينجيهم من كل مكروه. الآن هم يمروا في فترة صعبة حرجة جدا من كل النواحي، ففعلا أتمنى لهم السلامة. أتمنى لهم أنه أتمنى محافظة عدن بشكل عام أنها تكون محافظة زي ما عهدناها آمنة، وكل اليمن طبعا. شروق. والله أول شيء أرجع أعيد على الجميع، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم بأمان وسلام يا رب وصحة. يعني أمنيتي في العيد أنه ربي يحمي الأرض ومن عليها، البشرية كلها، وإنه يعني كل اللي يحصل هذا يكون تغيير لنا نتعلم منه.
نرتقي بوعينا بتفكيرنا بطرق حياتنا بأساليب، إنه آن الأوان إنه حتى الأرض يعني تنضف، آن الأوان يمكن تتنفس، الآن تأخذ استراحة شوية، إنه البشر عاتوا في الأرض فسادا يعني في كل حاجة، كل اللي حاصل من تلوث، ومن تلوث سمعي، تلوث بيئي، تلوث في كل حتى التلوث الأخلاقي، يعني إنه آن الأوان إنه الواحد يهدى كده ويعمل لحظات من التأمل، وكل اللي حاصل هذا إنه نحب بعضنا، خلينا نحب بعضنا، يمكن قدرنا نتوادع. الحب بالفعل هو أقصر طريق إنه الأرض تتعمر. نعم سيف، وصلت لك. أيوة. أنا بالأول أقول لخالد، قلت إنه لوحدنا، إحنا أهلك يا خالد. طبعاً أكيد أكيد. إحنا أهلك وناسك هنا في صنعاء. بنشوف. والله. ما شفت سنة يفارق. بنشوف يا سيف. بنشوف يا سيف. رجوعكم. بنشوف يا سيف. والله. مع السلامة للبلاد والعباد والأرض والبشرية كلها، قد اختصرت الأستاذة في كلامه. أنا اللي أهنيهم، أنا أولاً أشكر طاقم غربة البن كاملاً، من فنانين، من خدمات، من إنتاج، من كل الطواقم اللي اشتغلت شغل غير طبيعي، أجهدوا إجهاد غير طبيعي، كانوا جبارين جداً. أنا أشكرهم وأقبل رؤوسهم على واحد، وانا افداء البطون اللي حملتهم. فعلا استاهلوا والله، من اكبر كبير لاصغر صغير استاهلوا. حتى في قناه السعيده، باداره قناه السعيده، نحترمه جدا، قدروا التعب سيف للامانه خليني نتكلم هنا، انه اكثر واحد، مش لانك صاحبي لكن بصدق يعني سيف، انا حضرت اكثر من مره ايام تصوير، وكمان واحنا نجهز البرنامج هذا، اكثر من اشتغل تعب في هذا البرنامج، طبعا الى جانب اخرين من اللي خلف الكواليس، ما ظهروش، نزار وغيره، في شباب كثيرين، بس انا اتكلم في طال الحلقه، سيف ما قصر معنا بكل شيء، وتعبنا دائما اي حاجه ارجع لسيف، فمأجور مأجور. هو مأجور في العيد. اللي كنت اتمنى انه انزل عند ابي وامي، لكن الظروف سهل ان شاء الله، بتعيد. اقول لهم عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، وأهني زوجتي وأولادي عماد وليلى، واللي واقف الطريق إن شاء الله يوصل بالسلامة. طيب أرجوان، أولاً أهني أسرتي بالعيد، وأهني الشعب اليمني. أنا سعدت بصراحة معكم، أتمنى أنه جمهورنا الكريم كانوا اليوم مستمتعين بهذه الحلقة مع نجومهم في برنامج نجومنا والعيد في هذه الليلة العيدية، خلال عيد رمضان المبارك. نذكر، عيدوا في بيوتكم، لا تخرجوا إلا للضرورة، مع أخذ كامل الاحتياطات، وإحنا بنعمل اللي نقدر عليه، نجيب لكم سيف نذبحه، وكل نجيبكم اللي تحبوهم. نحبكم جدا، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا لكم أرجوان، شكرا خالد، شكرا شروق، شكرا سيف، شكرا على وجودكم معنا اليوم، على خروجكم لجمهوركم، جمهوركم الذي ينتظر ان يراكم كيف تعيدوا، كيف وشافك اليوم انك انت انسانه سويه، مش لا هبل ولا الحمد لله. اشكر مخرج العمل، اشكرك انت على هذه الاستضافه، اشكر زملائي، نحن كنا مع بعض، واضح الشغل. انا يعني ما خلانيش اشكرهم يعني، وصل لعندك وسكت لك، وانا اللي عادني بدا اشكر فيهم قال انا خلاص. شكرا لكم إذن، وكل زملائي ما بقدر أعدهم الآن، إن شاء الله نعدهم بآخر حلقة. شكرا لكم، وشكرا لجمهورنا الكريم لمتابعة هذه الحلقة من نجومنا والفن. نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أنتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.